افتتح الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري. يتواجد المكتب بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك حتى يتمكن المحامين من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة. ويعمل مكتب حجز القطارات طوال أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية والأعياد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 عصراً. ويأتي هذا التعاقد في ظل السياسة الرشيدة التي يسير عليها النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام للتيسير على السادة المحامين وأسرهم على مستوى الجمهورية.